يسعد هالمساء واهلا ومرحبا بكل الناس اللي عم بتابعونا وايضا عم بتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الله يسعد مساكم. وايضا حلقه جديده من اكسترا تايم نتحدث فيها عن العديد من الامور في الرياضه المحليه وايضا اخر الاخبار حول مشاركه المنتخب الوطني الاولمبي في كاس اسيا وايضا التعادل امام المنتخب الاماراتي اليوم. سيكون هناك حديث مفصل عن هذا اللقاء وايضا عن حظوظ التأهل ضمن هذه المجموعة. أيضا نتحدث عن قناص كبير جدا وأيضا أثبت نفسه في مرحلة الذهاب وهو المحترف الليبي أكرم الزوي اليوم في ضيافة أكسترا تايم. والعديد من الفقرات أيضا سنتحدث فيها، لكن سنبدأ بكل تأكيد حديثنا عن المنتخب الأولمبي وأيضا الترقب حول التأهل للدور الثاني من هذه البطولة والتعادل أمام المنتخب الإماراتي اليوم مع الجريء دائما المتميز عودي الدولي. الله يسعد المساء كابتن. يسعد مساكم ومساء كافة السادة المشاهدين، ونشكرك على الإطلالة الحلوة. ويعني فرصة سعيدة أنه منتخبنا الأولمبي أمام مباراة مهمة للتأهل إلى الدور الثاني. يسعد مساك عودة، ودائما عم بتطول علينا الغيب وإحنا ما بنحب الحكي هذا. بصراحة أنا بحب أختفي عشان بكون مجهز أشياء جديدة، لو بطلع كل يوم يمكن تنفذ الأسلحة، بس لما تختفي بتكون تلمم جراحك وبتجهز أوراقك. يعني اليوم في أشياء لا يعني أشياء اليوم. يعني اليوم إحنا بكل الشارع الرياضي سعداء زي ما سمعنا بداية البرنامج أنه تعادل ثمين، تعادل المنتخب الأولمبي كان تعادل ثمين، أبقى في الصدارة وأبقى فرصته بالتأهل للدور الثاني، مش مربوطة بنتائج أخرى، هو فقط يحتاج تعادل أمام المنتخب الأسترالي. سنتحدث وهي طبعاً من الأشياء المهمة بكرة أنك تلعب مباراتك تتأهل دون انتظار النتائج الأخرى. سنتحدث عنها بكل تأكيد كابتن عودة، لكن راح نبلش كالعادة مع سؤال شارك. سؤالنا لليوم، هل أداء المنتخب الأولمبي أمام الإمارات كان مقنعا؟ إذا هل أداء المنتخب الأولمبي أمام الإمارات كان مقنعا؟ الإجابة الأولى نعم والإجابة الثانية لا، بانتظار تواصلكم معنا ومشاركتكم عبر تطبيق رؤية والتصويت على سؤال إكسترا تايم. التصويت مستمر حتى نهاية هذه الحلقة. نستنى كل الناس اللي عم بتابعونا بتواصلوا معنا أيضا يحكونا عن رأيهم في هذا الأداء وهذا اللقاء لهذا اليوم. بكل تأكيد الأمال كبيرة، الأمال موجودة، وأيضا محطة المنتخب الأسترالي القادمة ليست بالقوية، وأيضا يعني هي قوية بكل تأكيد لكن ليست بالمستحيلة، هذا هو القصد، لأنه المنتخب اللي بده يوصل للمراكز المتقدمة وأيضا اللي بده يتأهل للأولمبيات لازم يتجاوز عدة محطات، منها محطة مثل المنتخب الأسترالي والعديد من الأسماء. منتخبنا جاهز، منتخبنا بإذن الله قادر على التأهل. راح نبلش حلقتنا لليوم بهالتقرير اللي بيحكي عن اللقاء، وأيضا نرجع بنكمل حلقتنا. لحظة حيا المنتخب الأردني، إن شامة ما منهم سلامة. عيون الأردن يا سلام، عيون رؤيا يا سلام، هز الأرض، هز الملعب طول وعرض، هز الملعب، هز الأرض، هز الملعب طول وعرض. منتخبنا يا النشامة، رافعين الراس يا النشامة، منتخبنا يا النشامة، رافعين الراس يا النشامة، منتخبنا يا النشامة، حاملين الكاس حفظ نشام المنتخب الأولمبي على صدارة المجموعة الرابعة في النهائيات الآسيوية المقامة في قطر بعد تعادله سلبا مع الإمارات في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية، وبقي المنتخب الوطني في الصدارة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الإماراتي، ولكن بفارق الأهداف، فيما حقق المنتخب الأسترالي فوزا صعبا على فيتنام بهدفين دون رد ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط. المباراة التي كانت صعبة على النشامة كان شوطها الأول مخيبا للآمال من حيث الأداء، حيث سيطر الأبيض على أجواء اللقاء وضغط منتخبنا في ملعبه وظهر لاعبون مشتتين
بالإضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي كادت أن تكلفنا أهدافا سهلة. ولم يظهر المنتخب في الشوط الأول بنفس الصورة التي ظهر عليها أمام فيتنام، حيث كان المنتخب الإماراتي يلعب بأريحية، وأخطأ المدافعان يوسف اللوسي وعامر أبو ضيب بكرتين انفردا على إثرهما لاعبو الإمارات، ولكن تألق الحارس نور بني عطية أبعد الخطر عن الشباك لينتهي الشوط الأول سلبيا النتيجة. في الشوط الثاني اختلف أداء المنتخب الأردني، فبات واضحا الجدية على كراتهم وسعيهم للوصول إلى مرمى المنتخب الإماراتي الذي لم يزره في الشوط الأول، فتحركت مفاتيح الخطورة أحمد هشام وبهاء فيصل وإحسان حداد لتتاح فرص عديدة أمام المرمى عن طريق إحسان وبهاء، ولكن اللمسة الأخيرة كانت مفقودة دوما. المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتقاسم المنتخبان نقاط اللقاء، وتكون مباراة النشام المقبلة أمام أستراليا مصيرية، حيث نحتاج فيها إلى التعادل لنخطف بطاقة الصعود إلى الدور الثاني. أردنية 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 فوق فوق المعنوية، أردنية فوق فوق المعنوية. إذن يعني النشامة دائما قدها إن شاء الله، والتأهل راح يكون حليفنا بإذن الله، وأيضا يعني الأداء القوي بننتظره أمام المنتخب الأسترالي سواء بالتعادل أو بالفوز، وإحنا بدنا الفوز حتى أنه نتأهل للدور الثاني. التعادل بكفينا للتأهل، لكن إذا ما أردنا إثبات علو الكعب وأيضا إثبات الجدارة بالتأهل للأولمبياد، لازم نجتاز محطة زي محطة المنتخب الأسترالي. تحياتنا أيضا للزميل الرائع إيهاب حسيبة من قطر، عم بتواصل معنا، وأيضا تغطية كاملة لرؤية من هناك سواء مع المشجعين أو أبناء الجالية الأردنية والجميع اللي متواجد هناك خلف المنتخب الوطني. دائما رؤية تكون خلف المنتخبات الوطنية وين مكانته. كابتن عودة، بعد هالتقرير وبعد التعادل يعني النشامة حافظوا على الصدارة، لكن يعني مباراة الشوطين بيختلفوا عن بعض. الشوط الأول المنتخب لم يظهر، صحيح، يعني لم يشكل أي تهديد على منتخب الإمارات عكس الشوط الثاني. أهلا بالمجمل العام كسبنا إيش مهم من البطولة، أن يعني المنتخب الأولمبي زمان كنا نحكي عنه منتخب المستقبل، هو فعلا منتخب المستقبل. عندنا مشكلة ما زال زميل طارق، هي الأخطاء الدفاعية. لولا الحارس نور بني عطية اليوم سجل بينا هدفين في وقت مبكر، مدافعين عندهم غياب بالانسجام، عم منطقة الوسط والمنطقة الهجومية فعالة جدا. كسبنا بصراحة خط الوسط خط سوبر جدا، إحسان حداد، رجاء عايد، صالح راتب، وكسبنا مهاجم جديد للكرة الأردنية اللي هو مزعج أينما لعب. حتى أنا بلاحظ ملاحظة اللي هو مهاجمنا الرائع بهاء فيصل. هذا المهاجم خامة جدا، ليش؟ بفلت من الرقابة وعم بيحتك بالمدافعين وعم بيشاغب وعم يسجل رغم أنه عايد من إصابة. فكسبنا وجوه جديدة. أتمنى زميل طارق أن المنتخب لا تأخذه الأفراح، أمامنا يوم منصف، عندنا الاثنين وعندنا الثلاثاء ثم الأربعاء سنواجه المنتخب الأسترالي. بالتأكيد ما في مجال للتحضير، ما في مجال، سوى الآن الموضوع عبارة عن كلام وملاحظات على ما جرى. راح يكون تمرين خفيف يوم الاثنين وتمرين خفيف يوم الثلاثاء. أخطر ما في الموضوع زميل طارق أنه الكل بيحكي أنه التعادل بكفينا. ماذا لو سجل المنتخب الأسترالي هدف؟ راح يفلت الوقت منا، راح نبعث عن الأهم. مباراة اليوم عبارة عن شريط مهم جدا، مباراة الإمارات. لعبنا أمام منتخب أحرز بطولة آسيا سابقا، منتخب مدجج بالنجوم، كل الطرق تؤدي لمصلحة المنتخب الأولمبي. لماذا؟ احنا بالاجواء القطريه افضل من المنتخب الاسترالي. احنا كنا بالقطر قبل شهرين، صحيح، ثلاثه بطوله غرب اسيا. المنتخب الاسترالي لا يعرف الاجواء القطريه مثلنا. بالمناسبه لما تحكي المنتخب الاسترالي، كلمه استراليا مرعبه، كلمه اليابان مرعبه، كلمه الامارات مرعبه، ولكن منتخبات الفئات العمريه لا تقارن بالمنتخب الاول. اذا علينا ان نواجه منتخب استراليا، ليس ذلك المنتخب البعبع. اليوم كان امام فيتنام منتخب عادي جدا،
منتخب متشتت، منتخب يرتكب أخطاء قاتلة. مع الإمارات أيضا، الإمارات فازوا عليها، فإحنا تعادلنا مع الإمارات، وبالتالي حتى الآن من ضمن الأربع فرق اللي بالمجموعة إحنا الفريق الأفضل تكتيكا فنيا وأداء ونتيجة. والدليل على ذلك أن إحنا الصدارة بانتظار الجولة الأخيرة. ما يهمنا زي ما حكيت زميل طارق أنه الفريق اللي بده يصل لمرحلة متقدمة بكأس آسيا عليه بتجاوز كل المحطات طبعا. بعد محطة الإمارات واستراليا في محطات أصعب راح تكون طبعا. هي كلها محطات تصنيفية. قد نواجه العراق أو كوريا الجنوبية زميل طارق في حال لعبنا بالدور الثاني، هذول المنتخبين تأهلوا على الدور الثاني. بعدها ممكن تواجه اليابان، وبالتالي زي جملة دائما بحكيها أنه حقول الألغام متتالية. الحقل اللي تفلت منه ما بتعرف اللي بعديه يفقع ما بفقع، أمان مش أمان. وبالتالي ليش المهم علينا إصلاح الجدار الدفاعي. اليوم في ثلاث كرات بصراحة أخطاء قاتلة نعم. جدا. أنا بسأل أنه الخط الدفاعي هاي مشكلة طويلة بالكرة الأردنية، ما المانع أن نصلحها إصلاح جذري حتى نصبح ذلك المنتخب المنافس. اليوم الشوط الأول كان عندنا فيه أخطاء، أول عشر دقائق لو استغلهم المنتخب الإماراتي كان أنهى المباراة مبكرا وكان تأهل وكان عقد حسابات المجموعة. يحسب لمنتخبنا أنه بعد الربع ساعة الأولى استيقظ من الغفو والسرحان الذهني. بالشوط الثاني يعني منتخبنا تأخر بدخول الأجواء، تأخر دخول الأجواء، بس يمكن استفاد نقطة منتخبنا أنه واضح جدا أنه بين الشوطين الكابتن جمال أبو عابد أعطاهم كلام جديد أنه مسكوا مفاتيح اللعب. في لاعب خطير طبعا رقم 7 يوسف ناصر، أيضا لاعب أحمد راشد فلت مرتين. لما كان منتخبنا ضاغط بقوة المنتخب الإماراتي شعر بالحرج، أجرى تبديلين، أدخل أحمد الهاشمي ووليد عنبر، هم من أبرز نجوم الكرة الإماراتية في الجيل الحالي ونافسوا على جوائز كثيرة. وبالتالي منتخب الإمارات اليوم استخدم كل نفوذه المالي المعنوي الكثافة البشرية الكثافة الفنية، كل شيء استخدمه عشان يسجل في منتخبنا وما استطاع. هاي رسالة أنه منتخبنا قادر على الوصول لمراحل متقدمة بشرط زميل طارق أنه الجدار الدفاعي يصوب أوضاعه. شوفوا بهاي اللقطات كيف في عتاب بين حارس نور بن عطية والجدار الدفاعي. نعم. منتخبنا قادر جدا بعد العودة من معسكر الإمارات وبعد خوض مباريات ودية وبعد الدخول في الأجواء القطرية، الجهاز الفني الكابتن جمال أبو عابد أعلن في المؤتمرات الصحفية أنه لدينا لاعبين نستطيع الذهاب بعيدا. أنا بحكي على الهواء كسبنا إيش مهم، أنه من اللاعبين اللي بيلعبوا الملعب استفدنا 5-6 لاعبين نقدر نشوفهم بالمنتخب الأول على دفعات. تعرف هسه المنتخب الأولمبي فيه بالمنتخب الأول إحسان حداد ومحمود مرضي وعامر أبو هضيب وبالتالي وصالح راتب ورجاي عايد. الآن قدرت العدد إلى 8 لاعبين، وبالتالي هي سياسة مهمة جدا أن المنتخب الأول النتيجة اللي استفدناها من البطولة أنه رفعنا اللاعبين على المنتخب الأول. نريد فرحة للشارع الرياضي، جمهورنا خليط بين الخسائر الماضية، عندنا خسر منتخب الناشئين والشباب والأول أصبح في مهب الريح بانتظار البطاقة القادمة. وبالتالي الشارع الرياضي كلياته بعول على مين؟ على المنتخب الأولمبي. اليوم سقف الطموحات، سقف التوقعات، سقف التكهنات ارتفع كثير بعد الحكم الكوري الجنوبي ما أنهى المباراة. لماذا؟ في تاريخ الكرة الأردنية زمان احنا لما كنا نتأهل على الدور الثاني بتكون مربوط بنتيجة مباراة بملعب ثاني، وبتكون بدك تفوز لازم فريق 3-4 أهداف، وتستنى رحمة ربنا، وتستنى الحكم يعطيك بلنتي، وتستنى أنه ما بيصيرش مطب بالملعب وتستنى. الآن الظروف بالدوحة مواتية تماما. لماذا؟ ما حداش راح يقول لك والله الملعب مش جاهز. المضمار بقطر بعاد المدينة الرياضية بالأردن، يعني الملعب ما لهوش أي جاهزية. فريقنا وصل بدري، تدرب تشكيلة كاملة، فريقنا ما فيش عنده أي مصابين، قدم مباريات مهمة. وبالتالي الشارع الرياضي الآن موضوع الأعذار لا يوجد أعذار نهائيا، جاهزين لمباراة أستراليا. أنا بناشد الجهاز الفني أنه ضروري أنه 90 دقيقة تبعات أستراليا نلعبهم عبارة عن 90 مباراة، من الدقيقة الأولى لدقيقة 90. أخطر ما في الموضوع زميل طارق إذا سجل المنتخب الأسترالي، هلأ طالما أنه التعادل يأهلنا، بس كمان الفوز ممكن يودينا بطل مجموعة طبعا. ممكن الفوز كمان بيأهلنا للدور الثاني، فريق مرعب للفرق القادم. يقول لك والله الأردن فازوا على أستراليا، معناته هذول الجماعة ناويين على إيش أكبر، فنرعب المنتخبات في الدور الثاني. لماذا لم يكن الفوز على أستراليا فوز تأهل، فوز منافس على صدارة المجموعة؟ طبعا في حال فوز الإمارات على فيتنام وفي فارق الأهداف ستصدر الإمارات، لكن فوزنا على الإمارات بكسبنا 3 أشياء اللي هو رسالة على أستراليا، رسالة للفريق المنتخبنا الأول أنه الرديف فازوا على مين؟ على أستراليا. دوركم أنتم بتقدموا إيش للكرة الأردنية في 29 آذار القادم. الرسالة الأخرى بتوجهها لمنتخبات الدور الثاني بدك تلعب معها أن الأردن فاز على القارة الآسيوية اللي هم أستراليا، محطة كبيرة، وبالتالي رايحين يجوك مرعوبين
مش رايحين يلعبوك بطريقه هجوميه، رايحين يلعبوا معك هجمه بهجمه ند بند. والشيء الثالث توجيه رساله لوسائل الاعلام في قطر، تعرف البطوله مغطيه اعلاميا شغله كبيره. الشيء الثالث لنجومنا فرصه انه السماسر هناك وكل اللاعبين يشوفوا لاعبين الاردن. انت الان هاي البطوله فرصه لك بتحقق انجاز فردي وجماعي، هي بمثابه جردة حساب لدورات قادمه. بعد الصعود للدور الثاني ترى الدور الثاني ستصبح المنافسة على البطاقات الريو دي جانيرو الأولمبياد، وبالتالي أنت أمام 4-5 محطات قد ترفع سعر اللاعب الأردني، قد تؤهلك للريو دي جانيرو، قد تضعك في الأدوار المتقدمة، قد تعود الكرة الأردنية للقارة الآسيوية من الباب الواسع. إن شاء الله منتخبنا قد هذا الكلام، والتأهل بإذن الله يكون حليف نشامة الأولمبي بقيادة الجهاز الفني القدير الكابتن جمال أبو عبد وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري المتواجدين نجوم المنتخب. أيضا تحياتنا لهم، تحياتنا للجميع، وأيضا أملنا فيكم كبير. حتى نتحدث أكثر عن مباراة اليوم وأيضا المباراة المرتقبة أمام المنتخب الأسترالي، ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن جمال أبو عابد المدير الفني للمنتخب الأولمبي. الله يسعد هالمساء يا كابتن. خير، مساء الخير أستاذ طارق، مساء الخير كابتن عودة، وأنا سمعت الكابتن عودة سمعته يمكن بالنهايات والكلام اللي بحكيه طبعا صحيح، بأنه المباراة الجاي ممكن تسوي إشي كتير إن شاء الله، رح نعمل جهدنا. كان اليوم كان مستوى المنتخب بصراحة كان كويس، مباراة تكتيكية من الدقيقة الأولى للدقيقة يمكن 75 إنه كان فيها حذر، ولكن سوينا تبديلات إنه تجلب الفوز، ولكن للأسف إنه في الفرص اللي صارت أصبح فيها عدم توفيق بنهاية المباراة. لكن المباراة كانت إلنا، لأنه بصراحة اللاعبين بذلوا جهد كبير وكان مستواهم كويس يشكروا عليه، كان ممكن الفوز بالدقائق الأخيرة ولكن قدر الله ما شاء فعل. نعم كابتن جمال، زي ما حكيت يعني مباراة كانت تكتيكية بحت يعني، وأنت خلال شوط المدربين الشوط الثاني نجحت في قلب الموازين وكاد المنتخب أن يحقق هدف الفوز، لكن هذا اللي صار، وإحنا مبسوطين جدا من المنتخب الأولمبي، مبسوطين من الأداء. لكن كابتن أيضا أمامنا محطة مهمة جدا أمام المنتخب الأسترالي، وأيضا حسابات التأهل متعلقة بهذا اللقاء، فنتحدث عنها من ناحية فنية وأيضا من ناحية تأهيل اللاعبين بعد تعادل اليوم. شوف اللاعبين يعني أدوا مبارتين بشكل كبير، احنا عندنا صفين اللاعبين جاهزين بصراحة، ولكن كمان المباراة الأخيرة ما فيش مجال انه يكون الحسبه تكون تقسم على اثنين او تعتبر انه تعادل او لازم لازم تكون المباراه بصراحه نلعبها باقوى ما يمكن، بافضل ما يمكن، نحضر اللاعبين ذهنيا، اهم شيء انهم يكونوا جاهزين للمباراه، حتى لانه المباراه خطيره بصراحه، الفريق الاسترالي بحاجه للفوز ولا شيء غيره، ممكن انه يعني يكون في اثاره في بدايه المباراه، لازم نكون احنا في عندنا صبر وفي قراءة للمباراة من داخل الملعب، يعني قراءة اللاعبين للمباراة وقراءتهم للخصم بتوفر علينا كثير مشاكل في المباراة، حتى نقدر نستقر شوي شوي ونقدر نجر المنتخب الاسترالي لانه يفتح ثغرات اللي نستغلها ان شاء الله يا رب. طب كابتن جمال، ايضا من ناحيه فنيه ونظرتك الفنيه لهذا اللقاء، المنتخب الاسترالي خسر في الافتتاح امام المنتخب الاماراتي، ايضا اليوم حقق الفوز بصعوبه بهدفين مقابل شيء، والترقب ايضا للقاء النشامه، فنظره فنيه لهذا اللقاء. بصراحه المنتخب الاسترالي لا يستهان فيه من يعني بغض النظر عن مباراته الاولى مع الامارات، يمكن انا كنت انا متابعها بشكل كبير لانه كان مباراتنا الثانيه مع الامارات، فحضرت المباراه بشكل تحليلي يعني للفريقين، الفريق الاسترالي كان افضل من فريق الامارات، صارت هفوه عندهم في نهايه المباراه اللي كان احنا بدنا اياها اليوم، واحرزوا هدف الفوز في الامارات. اللي مباراتهم اليوم بصراحه هم مش ما كانوا بمستواهم، الفريق الاسترالي ما كان بمستواه مع فيتنام،
كان في عندهم كتير ثغرات وكان ممكن حتى يستغلها الفريق الفيتنامي، والفريق الفيتنامي على فكرة مش بسيط يعني لهالدرجة، يعني عنده أخطاء بتخسر مباريات ولكن هو مش بسيط. وتاني مجموعته برضه مع اليابان، كان في مجموعة اليابان، فبالتالي كل المباريات صعبة. بالنسبة للمباراة الجاي أهم فيها بأنه نخرج إحنا باللي إحنا اللي برضينا إحنا، مش اللي يعني ما ننجر ورا الفريق الأسترالي. نعم كابتن جمال، معنويات أيضا نجوم المنتخب كيف كانت بعدها التعادل؟ أهم شيء حاليا إحنا نقدر نوصل باليومين هدول لمرحلة الاستشفاء حتى يكونوا اللاعبين في أتم الجاهزية، لأنه أنت بتعرف يعني المباراة الأولى ضغط ذهني كبير كان عليهم، اليوم ضغط بدني وتكتيكي كبير، لازم اليومين هدول إنه يكونوا مرتاحين ذهنيا اللاعبين. التحضير التكتيكي فقط مش راح يكون فيه بدني بالمرة، لأنه بهمنا إنه مرحلة الاستشفاء الكاملة إنهم يحصلوا عليها اللاعبين، خاصة اللي شاركوا في المباراتين الماضيات واللي راح يشاركوا في المباراة الثالثة، نفسهم العناصر أو العناصر اللي راح تشارك في ثلاث مباريات لازم يكون في عندهم استشفاء ذهني وبدني حتى إن شاء الله يكونوا جاهزين لمباراة أستراليا. الله يوفقك كابتن جمال أبو عابد المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ثقتنا فيك عالية وأيضا بنتمنى لك الفوز، بنتمنى الفوز لنشامة الأولمبي وأيضا يعني حتى نفرح الجماهير وحتى نفرح بمنتخب قادر على صنع الإنجازات وأيضا منتخب يمثل المستقبل لكرة القدم الأردنية. يعطيكم ألف عافية وشكرا لانضمامك لنا طبعا وحديثك الرائع، يعطيكم ألف عافية والله يوفقك. كابتن عودة يعني سمعنا بالضبط المدير الفني وكلام كبير وأيضا يعني النظرة واضحة بالنسبة له حول هذه البطولة، يعني هو استرجع الكلام اللي حكيناه أن مباراتنا مع أستراليا محطة كبيرة، ما بدك تلعب على جزئية الفوز أو التعادل، بدك تلعب مباراة من الدقيقة لآخر دقيقة بشكل تفصيلي كامل، كل مباراة خطيرة الآن، كل دقيقة في مباراة أستراليا خطيرة. بس أنا لاحظت يعني من خلال نبرة صوت الكابتن جمال أبو عابد واضح جدا أن مباراة اليوم تعرض المنتخب كامل اللاعبين مع الجهاز الفني لأرهاق كبير، حتى من صوته مش قادر يلقط الأنفاس. صحيح. لماذا؟ واضح أنه المباراة كان ضغط كبير، لعبنا مباراة كبيرة بصراحة، أمامنا يوم الاثنين والثلاثاء راح يعيد شريط المباراة الماضية، راح يقف على الأخطاء. الكابتن جمال أبو عابد عم بيوجه رسالة ليلية للاعبين قبل النوم أنه مباراتنا، أنه كل اللي لعبناه حتى الآن بكأس آسيا مجرد تسخين، مباراتنا القادمة مع أستراليا بيسموها الزبده، هاي المباراه اللاعبين الان الكره بملعبهم، هاي المباراه اذا فازوا بها او تاهلوا الدور الثاني بتكون رساله لنموذج انه اللاعب الاردني يستطيع التقدم اكثر. في حال خساره المنتخب قد نكون كسبنا الجزء الوحيد، ما هو انه كسبنا مجموعه لاعبين للمستقبل. ايهما افضل، ان تكسب خمس اشياء معا ام تكسب شيء واحد؟ وبالتالي خمس اشياء كلهم في مباراه واحده. هل احيانا بتروح على محل بتعطيك غرض اضافي؟ انت امامك خمس اشياء اضافيه في مباراه استراليا، الكره في ملعب اللاعبين، انا متاكد اللاعبين كلهم راح يتنافسوا على البروز بالتسجيل البروز، لانه هذه المباراه بتوديك لمرحله مهمه. نعم. بس بنحب نذكر الساده المشاهدين ايضا انه هاي النسخه الثانيه منتخبنا الماضي ايضا حقق المركز الثالث. صحيح. بس ما كان وقتها في تاهل للاولمبياد. نعم. فالكره الاردنيه متوغله بهاي البطوله تحديدا. المنتخب الأردني اليوم بعد مباراة الإمارات الموضوع بسيط، بس بده تصليحات في الجدار الدفاعي وشوية انسجام وإحنا قادرين، ونتمنى التوفيق للكرة الأردنية يا رب. إذا أيضا بعد هذا اللقاء وتصريح لكاميرا رؤية من نجم المنتخب الأولمبي صالح راتب، خلينا نشوف شو حكى وبنرجع. أكيد كان إحنا والمنتخب الإماراتي ما حنكون راضين عن الأداء وما كناش راضين عن النتيجة. أنا ما أعتقد المنتخب الإماراتي راضي عن النتيجة، لأن المباراة مع المنتخب الفيتنامي المباراة الأخيرة، المنتخب الفيتنامي ما مش حاصل على نقطة، مع إنه شوي الأمر ضعيف كتير، راح يدخل على المباراة إنه ما في شيء يخسره بدون ضغوطات. إحنا عندنا مباراة منتخب أسترالي، إن شاء الله منتخب أسترالي قوي، إن شاء الله نقدر نقابله. تعليقك كابتن؟ يعني عاجبني بيه بصراحه نفس حديث النجوم الكبار لما يطلع بطولات اوروبا، لاعب رائع جدا، ما جامل قال لك والله احنا مبسوطين وكذا، لم يفرح. لماذا؟ لانه بيعرف ان المنتخب كانوا افضل، كنا اقرب في رضا على الاداء لكنه مش راضي عن النتيجه. حذر اللاعب صالح راتب، صالح راتب طبعا بالمناسبه هو نجم المنتخب الوطني الاول، نجم الوحدات، من ابرز نجوم الكره الاردنيه في السنوات الاخيره،
لاعب طالع طلعه قويه بصراحه، كان مصاب ورجع اليوم اول مباراه له كامله. صحيح. المباراه الماضيه لعب بديل، اليوم الجهاز الفني جهزه لهي المباراه، فواضح جدا انه هذا اللاعب لاعب صالح للازمنه. وبالتالي بوجه لك رساله اخرى انه مباراتنا القادمه فيها اشياء كثيره. انا عجبني بشيء مهم، هلا بالعاده اللاعب الاردني زميل طارق لما بيكون متعادل او فايز الارض ما بتمسكه وتحس ان الجاذبيه اخذته فوق، بس هذا اللاعب ثابت على الارض بيوجه لك رساله انه القناعه شيء مهم جدا. ما احتفل على الهواء انه والله فزنا وسجلنا وكذا وكنا، لا حكى كلام منطقي. هذا بدل لك عنه هذا اللاعب نجم كبير انولد منذ الطفوله. طيب كابتن عودة، يعني هذا كلام صالح راتب ونجوم المنتخب حول هذا اللقاء. طيب يعني المنتخب الأسترالي، وسمعت الكابتن جمال أبو عامد بالتحديد بقول لك بداية المباراة راح تكون مليئة بالإثارة، ولازم نعي تماما إيش يعني المنتخب الأسترالي بحاجة لتحقيق الفوز في أول دقائق من اللقاء. يعني ليس تدخلا في الشؤون الفنية، ولكن ما المانع أن نلعب أول 10 دقائق ربع ساعة من المباراة بخمس مدافعين؟ لماذا؟ كل ما مر الوقت على الأستراليين ونتيجة سلبية الفريق راح ينشحن زيادة وراح يهدر كثير من الفرص، لكن هم راح يهاجموا. الكابتن جمال أبو عابد حكى لك عن نقطة إنه أول 10 دقائق المنتخب الأسترالي يلعب ثلاث مهاجمين، هلا 90 دقيقة بتلعبهم ثلاث مهاجمين، أحسن ما تلعب 90 دقيقة بمهاجم أو مهاجمين وبتروح. فالأسترالي يعتقد بأنه هاي المباراة جوازات سفرهم وتأشيراتهم مختومات، ممكن يغادروا الفندق في ليلة وضحاها، وبالتالي بالتأكيد مش رايحين يدافعوا، رايحين يهاجموا. هذا اللي بيحكي عنه الكابتن جمال أبو عابد، وبالتالي هي رسالة لمين؟ للخط الدفاعي. كلام الكابتن جمال أبو عابد امتداد له كمان كلام الكابتن صالح راتب، في إجماع أردني كامل في الأردن وفي الدوحة وفي كل المباريات أنه الأردن طوى صفحة المنتخب الإماراتي وبات همهم منتخب أستراليا. يدركوا تماما أنه كنت تلعب مع منتخب أستراليا. صحيح منتخب استراليا مع فيتنام ما كانوا كويسين زميل طارق، وصحيح ما الامارات حدث هفوات، بس استراليا فخامه الاسم بتكفي. لما تحكي لواحد استراليا لحاله بده يقول لك والله احنا قاعدين نلعب قدام ايش؟ قدام شخصيه. وما يدريك انه المنتخب الاسترالي يظهر امام الاردن بثوب شخصيه البطل، وبالتاكيد مدربهم راح يقعد معهم بكره وبعد بكره، راح يلعب بطريقه هجوميه. طيب عشان نتجاوز هذا الكلام ايش عشان نتجاوز هذا الكلام، انا بعتقد انه بهاي المباراه تحديدا انه الهجوم خير وسيله للدفاع، بنهاجمهم احنا من اول دقيقه، ما نفتح لهم مجال يجوا لعنا. اذا اجوا لعندك ممكن يخربطوا كيانك، في ممكن تصير هفوات دفاعيه، اذا صارت مباراه اليوم ممكن يسجلوا. اذا سجل الاسترالي هدف من الصعب العوده للمباراه. لماذا؟ لانه انت كنت اقرب منه، هو وصل لعندك، وبالتالي تصبح بوصله التاهل في مهب الريح بحاجه لنفق مظلم. الكرة الأردنية كثير اعتمدت على نتائج أخرى، هاي المباراة بإيدينا، 11 لاعب بالملعب، بإمكاننا ننهي الشوط الأول سلبيا بدون أهداف، وبإمكاننا بالشوط الثاني بنعمل هجمتين ثلاثة بنسجل. اليوم المنتخب الفيتنامي هجم أربع هجمات وكاد أن يسجل. صحيح. إحنا بنقدر، إذا فيتنام هجموا على أستراليا أربع هجمات، إحنا بنقدر نهجم على أستراليا 14 هجمة. لدينا مهاجمين، لدينا خط وسط مدجج بالنجوم، لدينا ثلاث حراس مميزين حكى عنهم الكابتن جمال، بس مشكلتنا في الجدار الدفاعي، في بعض الثغرات، في بعض الإشارات، في بعض غياب الانسجام. اليوم في حالتين صارن بالمباراة، كلنا حطينا يدنا على قلوبنا، راح نور أبو بني عطية استقبل مهاجمين الإمارات وكانهم اللاعبين فايتين على مضافة المهاجمين الإماراتيين. هذا بدل لك عنه تكامل. هذا ما بدنا نشوفه. ما بدنا نشوفه لسبب إن هالمباراة القادمة بصراحة تكسير عظام. المنتخب الاسترالي ما برضى يودع من الدور الاول، والمنتخب الاردني بعد اطلاق لقب منتخب المستقبل عليه ما بده يرجع للماضي. زميل طارق انا ما بدي اضل احكي عن المباراه لان بصراحه محرج من شيء، معنا بالاستديو ضيف عزيز اللي هو المهاجم الليبي اكرم الزوي، فانا خايف ان البرنامج ينتهي وهو بيضل خارج الاستديو. لا ما بضل خارج الاستديو، وقته محفوظ. طبعا خلونا نشوف شويه مشاركات من اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك. احمد البرماوي يسعد مساك اخونا، عم بيحكي نتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي، بس مباراه كانت ما كانت بحجم الطموح، كنا متوقعين اكثر من هيك، كنا نتمنى الفوز. بلال الزواهري عاشق اكسترا تايم يسعد مساك. بلال بيقول لك لماذا منتخباتنا تعذبنا دائما بتفريط بنقاط المباريات في المراحل الاولى مع
الفرق المتواضعة ووضع أنفسنا بمواقف محرجة والبحث عن نقاط مع الفرق القوية. أيضا مشرف حربي سعد مساك بيحكي نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي، كانت مباراة أقل من الطموح، كنا متوقعين أكثر إثارة وكنا نتمنى الفوز. ويزن عبيدات يسعد مساك يزن بيحكي إحنا حطينا حالنا بموقف صعب بعد تعادلنا مع الإمارات، اللاعبين ما كانوا بيومهم، حتى التبديلات كانت متأخرة وكانوا يبحثوا عن التعادل، كان هناك عقم هجومي واضح، وأتوقع كل ما تقدمنا بالمراحل المؤهلة للبرازيل راح يصعب علينا التأهل، وإحنا كجمهور بنحكي كل التوفيق للنشامة في مباراة أستراليا. طبعا كل التوفيق للنشامة. العزيز والغالي يوسف الصراوي يسعد مساك حبيب القلب، طبعا عم بحكي لك استغليت وجود الكابتن عودي الجريء وأسأله شو رأيه بالمرشح الآسيوي البحريني، ما راح أقول العربي لأنه بعيد عن هذا الموضوع وبيشتري أصوات الدول الإفريقية، مستغلا فقره اليوم أيضا يتحدث عن استغرابه من طلب سمو الأمير علي أنه يحققوا في الاتفاقية اللي صارت بين آسيا وإفريقيا. هذا ما تحدث عنه يوسف الصراوي. يسعد مساك يوسف وكل الشكر لمشاركاتك. علي البرماوي أيضا بيحكي لك النشامة رح يكونوا على قدر المسؤولية أمام أستراليا وبعدها التأهل إن شاء الله. وأيضا محمود أو محمد ثامر برأيك هل في حال تأهل المنتخب قادر أن يوصل الأدوار المتقدمة من البطولة؟ في حال الفوز على أستراليا بتكون رسالة لما بعده، فالفوز على أستراليا بيمنحك المعنوية لما هو قادم. الإخوان اللي سألوا أنه منتخبنا مش بحجم الطموح مباراته اليوم، بس نذكر السادة المشاهدين لعبنا أمام مين؟ أمام الإمارات. الإمارات دولة آسيوية كبيرة بكرة القدم، فرقها بتشارك بدوري أبطال آسيا، عندهم 200 ملعب كرة قدم معتمد آسيويا، منشآت متكاملة. المنتخب الإماراتي عنده 10 لاعبين نافسوا على جوائز أفضل لاعبين في آسيا، عندهم إمكانات هائلة. المنتخب الإماراتي لعبوا بكأس العالم، وبالتالي أنك تتعادل مع منتخب الإمارات في مباراة تكتيكية مغلقة هدفك منها أنك ما تخسر. جهازنا الفني اليوم المنتخب الأولمبي كان هدفهم يا زميل طارق أنهم ما بيخسروا، يعني كانوا راضيين بالتعادل. هلا ما بيقول لك انا راضي، يقول له لا وقف، التعادل في مباراه بيبقيك بالامال تتعادل مع استراليا تتاهل، فانت في الطريق الارقام وفي الصداره. ماذا لو خسرنا اليوم؟ كان نفوت على مباراه استراليا واحنا رجل صحيح. بالملعب ورجل بالتماس، وبالتالي تفوت مباراه استراليا وانت فريش مان، رجل جاهز انيق في الملعب، احسن ما تفوت وانت مجبصن. هذا تكتيك مباراه الامارات. اللي بيسألوا كمان عن موضوع مباراتنا القادمة، مباراتنا القادمة في حال الفوز على استراليا، أنا بحكي في حال الفوز على استراليا، مباراتنا اللي بعدها راح تكون أصعب من استراليا. الكل شاف مباريات الكوري الجنوبي والعراقي والياباني، مباريات وصفناها بحقول ألغام، ما في حدا بيجتاز حقول ألغام إلا بيكون مهندس مؤخذ دورات اجتياز الجبال الصعبة. طيب كابتن أيضا بشير الغويري عم بحكي شو قصتنا مع أستراليا، كل مرة نوقع مع أستراليا شو هالحظ. أيضا إحسان شملوني في حال فوز الأردن على أستراليا منتخبنا قادر على الفوز على العراق والتقدم إلى الأمام. علاء إدعجة يسعد مساك طارق الإعلام أعطى منتخب الإمارات أكبر من حجمه، منتخب الإمارات فريق عادي ومنتخبنا كان الأفضل لكنه يفتقر إلى سرعة الهجمة واللمسة قبل الأخيرة. وأيضا الشبكي يسعد مساك حبيبنا كانت مباراة جيدة للمنتخب الأولمبي. وعبد الجواد زيادة لماذا المنتخب افتقد لللمسة الأخيرة وعانى من غياب صانع ألعاب ذو نظرة قوية للاعبين. مجدي أبو عميرة الأولمبي يكفي التعادل للتأهل، لكن إذا لعبنا على التعادل راح نخسر. يسعد مساك يا مجدي. وماجد نصار الفوز حليف المنتخب بإذن الله. أمجد أشلول يسعد مساك، ومحمد الفراي يسعد مساك، وليث عموش يسعد مساك أخوي أنت النور نورك دائما. وأيضا لانا يسعد مساكي، وأيضا باسل الشاعر يسعد مساك يزيد وركات، وأيضا خلدون نبهاني حبيب القلب كل الشكر لمشاركاتك الدائمة. مالك فريحات ياسر أبو سعديك، وأيضا يزن ربيع حبيبنا. يعني هذه كانت المشاركات وكل الثقة في نجوم المنتخب الأولمبي في المحطة المقبلة. المهمة خلونا نريح شوي نروح لفقرة لعبة اليوم وبنرجع.
بتتذكروا رسمات الجرافيك الثمانية من لعبة سوبر ماريو؟ إذا بتتذكروها فاللي راح تشوفوه راح يرجع لكم ذكرياتكم، وإذا ما بتتذكروها فوين كنتوا؟ هاي ميزة صديقنا جيسون بول اللي صار شخصية بأبعاد ثنائية بسهولة وكمان بنطنط. نشروا طيارات ليراقبوا اللي راح يصير، والقطار ماشي، وصمم الأبطال والأعداء من لعبة سوبر ماريو. المرحلة الثانية لها الفكرة العبقرية، هي غابة وهو اللي راح يفوز معنا اليوم. إذن هذا ما جاء في لعبة اليوم. أيضا تحياتنا لمحمود علامة، عز الدين ربيحات، حذيفة رعود، سيف الكيالي، حمادة حمادة، وأيضا بشار الحسبان، عمار العضايلة، وإبراهيم العوضي، قيس الخلايلة، خلدون السعودي، أحمد الزواهري. يسعد مساء كل الناس اللي عم بتواصلوا معنا. نشوف النتائج الأولية من سؤال شارك لهذه الليلة. سؤالنا كان هل أداء المنتخب الأولمبي أمام الإمارات كان مقنعا؟ الإجابة الأولى وصلت إلى 40%، الإجابة الثانية لا 60%. بانتظار مواصلة التصويت عبر تطبيق رؤية وسؤال شارك الخاص بإكسترا تايم. كابتن عودة، انبسطنا بتواجدك معنا اليوم صاحب الجماهيرية العالية، يعطيك ألف عافية. تسلم يا غالي، وبالتوفيق لك وللسادة المشاهدين ولمنتخبنا الأولمبي أمام بساعات قادمة مهمة جدا. نتمنى التوفيق. شارعنا الرياضي بيستنى أخبار حلوة، زمان ما سمعنا أخبار انتصارات، فننتظر من المنتخب الأولمبي أنه يحط رجله على الخارطة ونثبت للعالم من الكرة الأردنية ما نامت صحيت من جديد يا رب. إذن إكسترا تايم متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. أكرم الزوي قناص الشباك في ضيافة إكسترا تايم.